برحب بيكم، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس شوكت رئيس جمهورية أوزبكستان، السيدات والسادة الحضور، اسمح لي فخامة الرئيس أن أرحب بيك وبالوفد المرافق ليك، أهلا وسهلا بكم في مصر. واسمحوا لي أن أنا أسجل هنا مدى التقدير والاحترام للعلاقات بين البلدين، علاقات أخوية وعلاقات تاريخية. بسم الله، نعرف أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حرمتي أوزبكستان رئيس برزيدنتي شاكوت مرزيا جناب بولاره خانم لار و جناب لار. بس أوزبكستان دليجاسة سنة و أون أرني خامنة خود كدليجاسة سنة إكين شو تينجز بولجا مصر ده خد لاشتان ممنون مس و بالعلاقة لام مصر واجدان جدا خام خرسانت مس. اسمح لي فخامة الرئيس إن أنا أسجل تقديري لفخامتك في أول زيارة ليك لمصر، ردا على زيارة رسمية قمت بها في 2018 لبلدكم العظيمة. بو تشريف إنجزنا برينش بار مصر جاب لك تشريف سلنا قطليمان. بو تشريف بزنين 2018 نشلي يرتينجز جاب لك تشريف تين كينجز بوليابتا. واسمحي لي أقول لك فخامة الرئيس إن إحنا نعرف بلادكم العظيمة على المستوى التاريخي إنها بلاد ما وراء النهرين، نعرف سمرقند ونعرف مدينة بخارى ونعرف الإمام البخاري والترمذي والزمخشري كعلماء عظماء من علماء المسلمين. جناب بريزيدنت، بس سيزني يورتينغزنا البت ما ورا النخ يورتد بلامز سمرقند بخارا شخل دربار لجن بلامز يورتينغزا ما بيورتينغزا إمام بخاري زمخشري وترمذي كببيوك الله ملار يورتد بلامز. واسمح لي فخامة الرئيس هنا في مصر زي ما فخامتك زرت مقياس النيل امبارح، ده كان كمان أحمد الفرغاني وجامع ابن طولون أيضا من العلامات الجميلة اللي موجودة في مصر لأوزبكستان. وشبلا بقطر دست تشريف بيرجان أحمد الفرغاني ونيل أمير، وشبلا بقطر يانا باشقة ابن طولون مسجد تاريخا مملكة تارز ورتستيك تاريخي لسترانة بغلب تروتش ممير راستر دانساب لنادا. ومصر كانت من أوائل الدول أو أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان سنة 1991. مصر أوزبكستان ريبوبليكا مستقلين تان أولجان برينش لاردن برينش عرب مملكة تاردن بولجان 92 جيلا. وأول دولة عربية أيضا أقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارتها في تشقند في 1993. وبرينش عرب مملكة تاردن بولو خام أوزنين إيرج خانة سنة أوتشكان برمين 93 جيلا. الحقيقة فخامة الرئيس إحنا كنا بنتطلع لهذه الزيارة لاستكمال مباحثاتنا ولإعطاء قوة دفع للعلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. جناب رئيس سيدنا مصر دا أنا بربار خط لهمز وبتاش رفينجز البت تولي ساخل أرضي على قلارة مزدا يانا دا رواج دانشك تركي بول خدمات خشدة عميمز. والحقيقة تناولت مباحثاتنا زي ما أنتم شفتم حتى من خلال الاتفاقيات اللي تم توقيع عليها، 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مجالات التجارة والصناعة، في مجالات الزراعة، في مجال السياحة، في مجال التعاون، في المجالات اللي احنا اتفقنا على ان هي تعطي قوة دفع كبيرة للعلاقات بين البلدين. يعني الميزان التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس الحقيقة حجم الاحترام وحجم الثقة وحجم الإرادة السياسية للبلدين في التعاون. جناب بريزيدنت، بوجن مانا بس أوزبكستان ومصر ورتاست ترلي شرطنا ملان إمزالنا عشان جواخ بولديك توريزم ساخص سنا ساخش تخرجيك ساخل أردا وبو شرطنا ملار البت مملكة تار ورتاست تيجي هم كوليج مزنا يانا ده سيل مستحكم نشكي سبب شو بولد جا أمي تقلامز مملكة تار ورتاست تيجي سعودا إير باشش البت بزلرنين خازرجي إمكانة تلام دكتور تولو جواب بيرميدا بزده بلارن رواجان تشكي بولجان قطعي وأنخ سياسي إرادامز موجود. الحقيقة أيضا مباحثتنا تناولت استمرار التعاون واستمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية، وإحنا هنا بنسجل تقديرنا لدعم دولة أوزبكستان لمصر في الحصول على عضوية مراقب في منظمة شنغهاي. وبس شنين ديك مصر وأوزبكستان ورتاستيجي خلقرا جامعة خلقرا تشكاتر دائرة استيجي بربرمزن قلة قطاشنا يقارب بخالايمز شنين ديك مصر نين شنخاي خان قلة تشكيلاتيجة ملاقات بو شريك بولي كل جانيجي أوزبكستان قلة قطانيجي وزمزم نجالمز خلق لامز. الإرادة السياسية موجودة، واسمحوا لي نحن أيضا اتفقنا على سرعة عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في أقرب وقت ممكن عشان
ما اتفقنا عليه يتبلور من خلال اللجنة إلى مسار سريع للتعاون في المجالات المختلفة. مملكتلر ortasida albatta shu aytganimizdek bu siyosiy iroda juda ham kuchliligi bor va biz shu jihatdan iqtisodiy sohalarda ham hamkorligimizni yanada davom ettirib yanada rivojlantirishda manfaatdormiz va umid qilamizki bu masala bo'yicha qo'shma komissiyaning o'tkazgan yig'ilishi mulohaza rivojlantirishga albatta o'z hissasini qo'shadi. Ittifoqna aidan ala ahamiyat at-ta'awun al-amni wal-ma'lumati fi majal مكافحة الإرهاب والتطرف، ودي قضية إحنا حريصين على أن إحنا نتعاون مع أوزبكستان فيها في إطار ما يمثله هذا الفكر من تهديد للأمن والاستقرار مش بس في بلادنا لكن في العالم كله. Shu bilan bir qatorda biz ekstremizm, terrorizm va shu kabi sohalarda, xavfsizlik sohalarida hamkorlik qilishga ham kelishib oldik. Bu xavf-xatar albatta nafaqat yurtingizga balki bizning mintaqamizga ham o'z tahdidini, xavfini solib keladi. Usmahli ana fahamta rais muhim qawi in ana atahaddas ala ad-dur al-mu'tadil wal-mutawazin li al-azhar al-sharif biqaddimu min khilal at-ta'lim al-islam as-sam' واستقبال الطلبة الأوزبكستان لتعليمهم ذلك. جناب بريزيدنت من شأن برتاكت لمحش مانكي مصرنين الأزهر أونيفرسيتي وزنين معتدل تغرى إسلام صاف إسلام غاية لربلان تعلم بيش معجر البرادة وابو صاحة بس أوزبكستانيك طلبة لارنا شو أونيفرسيتي ده أخش درجة بس ألقش لامس. الحقيقة كمان كان في توافق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك متفقين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وفلسطين وإسرائيل مسألة سبويتش خام في كل أرمز طلق برمز جام ماس إكل لجنة بس جوا خبول ديك إكتام الله رحم برمي توقظات مش يتنشيل ديجي رزالوس أساس ديجي خدود لارك بولشة لازم إكل لجنة بس تأكد لديك. وأيضا أهمية إيجاد حل سياسي للقضية أو للنزاع الروسي الأوكراني لما ليه من تأثيرات على العالم كله. وشنوندك بز سجناب لاربلان أوكرانيا وروسيا روسيا مجارا سنة تيز أراد خال بلوش تيجنا بس أخلي أبمس استيعاب كان زي معلوم كل ديك بو مسألة بتون جامعة كخاصة والمقطع. أيضا توافقنا على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الأثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد. Shuningdek biz suv masalasi bo'yicha ham Efiopiya bilan bo'lgan to'g'on masalasi bo'yicha ham fikr almashdik va biz sizning bu masala bo'yicha qo'llab-quvvatlaganingiz uchun o'zimizni minnatdorchilik izhor qilmoqchimiz. واسمح لي انا فهمت رئيس ان انا اسجل تهنئتي لكم على وتوقيعكم اتفاقيه مع قرغيزستان بشان موضوع مماثل كده. موضوع مماثل موضوع المية في وش بقى ترجع مماثل بوش برخل شرط عمدنا هم كوليجيمزنا يعني دي يلقي قوشتي كي بولجان انترنشنالز جينا برمة تاكل عوض منها مرة تانية فخمت رئيس أنا بشكرك وبشكرك أيضا على دعوتك ليا لزيارة أوزبكستان اللي أنا أتطلع إلى زيارتها في أقرب فرصة وبرحب بيك في مصر أهلا وسهلا ولافد المرافق ليك تفضل فخمت رئيس جناب پرزیدنت یه نبر بار سیگه مسیرگه بلکه تاشی فیگشن اوزم نزدیک خال خرماشمان واسیزنه اوزینگزی یورتینگزی کینچورتینگزه یه نده تاشی فرق نکت پالام جناب پرزیدنت مرحمت